أهلا بكم. شن المطرب المصري حلمي عبد الباقي هجوما على الفنانة روبي وانتقد ضمها إلى نقابة الموسيقيين. ونشر عبد الباقي عبر صفحته على موقع الفيسبوك فيديو لروبي من حفل غنائي سابق وعلق قائلا: تفرجوا على هذه العينة من الناس التي تشتغل بالفن بينما الفنانون المحترمون جالسون في بيوتهم بلا شغل وبلا عمل. وأضاف: أخجل أن أقول أي شيء عن أي كان، لكنني أود أن أعرف من منحها بطاقة النقابة وكذلك كمية النشاز في صوتها. قسما بالله لو أن أحدا ليس له فكرة لن يقوم بهذا العمل. واختتم: سامحوني، أنا آسف لأنني غاضب جدا. للعلم هذه هي الفنانة العظيمة روبي. المشاهد تيفي. قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارطاجيو الفيديو مع اصحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي وما تنسوش ديروا جيم.